أنا بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح فعاليات النسخة الأولى من معرض الاتحاد الخليجي للتكرير العالمي الذي تحتضنه مملكة البحرين بتنظيم من الاتحاد الخليجي للتكرير بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم من شركات بحرينية وخليجية وعالمية. نقل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر للقائمين على تنظيم معرض الاتحاد الخليجي للتكرير العالمي والمشاركين فيه، وتمنيات سموه لهم بأن يسهم المعرض في تبادل الخبرات في كل ما من شأنه أن يسهم في تطوير صناعة التكرير والاستفادة من أحدث الابتكارات العلمية في هذا المجال. وأعرب سموه عن خالص الشكر والتقدير للاتحاد الخليجي للتكرير والهيئة الوطنية للنفط والغاز وجميع الشركات البحرينية والخليجية والعالمية المشاركة على ما بذلوه من جهود من أجل أن يكون المعرض بهذا المستوى المتميز ويجعل منه فرصة طيبة لتبادل الخبرات والاستفادة في كل ما يتعلق بتطوير قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات. وأكد سموه حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم القطاع النفطي والصناعات المرتبطة به لما لها من أثر في دعم جهود مملكة البحرين على صعيد التنمية المستدامة في ظل الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها هذه الصناعات في الارتقاء بالاقتصاد الوطني على المستويات كافة. وقال سموه إن حركة تطوير صناعة التكرير والبتروكيماويات في مملكة البحرين تشهد ازدهاراً كبيراً، وذلك ضمن خطط وبرامج الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستثمار في مجال النفط والغاز بما يلبي الزيادة المستمرة في الطلب عليها. ونوه سموه إلى أهمية الاستفادة من مثل هذه المؤتمرات العالمية في تطوير قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في مملكة البحرين عبر الاطلاع على مختلف التجارب المتقدمة في مجالات صناعة التكرير والبتروكيماويات، فضلا عن تعزيز الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة بما يضمن توفير مصادر الطاقة اللازمة لدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات. وأكد سموه أن نجاح البحرين في استقطاب كبريات المعارض الدولية المتخصصة ومن بينها هذا المعرض الذي يقام للمرة الأولى يعكس مدى الثقة الكبيرة في القدرات التي تمتلكها المملكة على صعيد قطاع المعارض والمؤتمرات بما لديها من تجهيزات وبنية تحتية جعلت منها مكانا مفضلا لإقامة مثل هذه الفعاليات. من جانبه أعرب معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تفضل سموه برعاية المعرض، مؤكدا أن هذه الرعاية الكريمة تؤكد مدى حرص الحكومة على دعم صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات التي تشكل إضافة للاقتصاد الوطني، متوجها بالشكر أيضا إلى سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بافتتاح المعرض نيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.